اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله ام. النهارده مع بعض الماتيريال بتاعنا نقدر نقول العدس المصري ومن الارض الطيبه في اي مكان في الدنيا بيتكلم مصري، ولكن مع الشيف المغازي النهارده هيعملوا شوربه بطريقه مبتكره، شوربه العدس بالطشه، مفيش حد احسن من حد. طشه الملوخيه، طشه الفته، طشه الكوارع، اما العدس المصري بتاعنا لازم واقفه معاه لما نيجي نشربه شوربه، اكيد ليه واقفه خاصه في ايام الشتاء والبرد القارس. هنعمله شوربه النهارده بالطشه، لا بالشعريه ولا بالرز ولا فته، هنشوف نعمله مع بعض ازاي، اكيد تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد. معانا رز النهارده بالفول الاخضر او الفول الحراتي، دي المسميات بتاعته. الفول الاخضر بتاعنا الجميل بيبقى ليه موسم طبعا اللي هو فيه دلوقتي، نقدر ناكل القشره بخضارها وجمالها. لما بيتحصد بيتقشر طبعا ويتصدر ونستخدمه في حاجات كتيره، فول مدمس يتعمل مع الفته، نعمله طبعا مدمس في رمضان الشهر الكريم، بنخزنه حاجات كتيره للفول، بنعمله بصاره، هنشوف نعمله النهارده ازاي مع الرز المصري، رز بالفول الاخضر او بالفول الحراتي، بالتاكيد مع المغازي برضه ليه تركايه. نيجي عند البطاطس عشان اطفالنا الحلوين الاكله المفضله ليهم وانا شخصيا وكلنا اتفطمنا عليها. بالتأكيد بناكلها مقلية بناكلها صينية، ولكن النهاردة هنعملها بالكزبرية برضو بطريقة مبتكرة جديدة. هي البطاطس ما فيهاش أي حاجة، سلقناها وقشرناها بعد ما اتسلقت. وليه سلقناها يا مغازي قبل ما نقشرها؟ عشان نحافظ على النشويات اللي موجودة فيها والكربوهيدرات، وتسيبها لما تبرد وتقشريها. أكيد حلقتي فيها تفاصيل كتيرة، معلومة غير معلومة، مش بنطبخ وبس، بنستفيد كمان معلومات طهوية توصلنا المطبخ سعادة، لأن مفاتيح السعادة هي في جيبك، هو المطبخ. هناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير، اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لتفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد. بس خلينا بتجازي يولع كده. بسم الله الرحمن الرحيم، يا الحمد لله مرزه يا شيف والله. حلو. هو البوتاجاز التاتش ده عموما لما بيتعمل بالميه لو فصل ونرجع نولعه تاني. طيب عايز اقول حاجه بقى، نعمل ازاي سلطه البطاطس؟ استاذ الفريق العمل نشوف مقاديرها على الشاشه، لان عايز اعملها بتفاصيل حلوه النهارده. هي كزبره خضراء وتوم، بصله ناعمه وشويه حب. بطاطس اتقشرت بعد ما اتسلقت كويس، ولازم نسلقها بالقشره بتاعتها عشان نحافظ على القيمه الغذائيه اللي موجوده جوه البطاطس، اذا كانت نشويات ولا كربوهيدرات، لان احنا بنسلقها بطريقه غلط لغايه دلوقتي. بنمسك البطاطس نقشرها ونشيل نص القشره في التقشيره، وبعدين نقطعها مكعبات ونحطها في الميه. انا كنت بعمل كده وانا صغير بتعلم مطبخ لسه، بس لما درست تغذيه وتفقهت في المطبخ، حلو الكلام، والخبره الطهويه، عرفت ان البطاطس لها قيمه غذائيه عاليه جدا بنفقدها مع سلقها، سواء بطاطس سواء خضروات بتتسلق، سواء البطاطا الحلوه، سواء القرع العسلي، كل الدرنيات دي خلي بالك. فتسلقيها بالقشره بتاعتها عشان تحافظ على القيمه الغذائيه اللي موجوده فيها، وبعد ما تبرد قشريها. فمعانا بطاطس اتسلقت بالقشره بتاعتها وثم قشرناها وبرقعنا زي الفل بارده كده، وتختار البطاطس الصغيره الحلوه اهي زي الفل تمام. ومعانا ثوم وبصل وكزبره خضراء ومكعب من الزبده وزيت زيتون. حلو الكلام؟ تعالوا نشوف نعملها مع بعض ازاي. بكثافة دي سلطة. حلو قوي. مع زيت الزيتون شوية زعتر، وللأمانة هنحط كمان شوية كزبرة خضراء. معانا كزبرة خضراء مفرومة اهي. تمام زي الفل. بنسقطها هنا كده. يا ويلي. مع الزعتر. البطاطس بتاعتنا. زي ما هي كده. ايه اللي بتعمله ده يا شيف؟ اصبر على رزقك بقى يا غالي، الله يرضى عليك، خلينا ايه نشتغل. زي ما هي كده. دي سلطه، خلي بالك. لسه ما خلصتش. يلا على فين؟ ده مش حار قوي خلي بالك.
انا حاطط اللون الاحمر ده علشانك بجد، عشان انا عارف بتحب ايه الصوره الحلوه. تجيب شوكه بقى حلوه كده، شوكه حلوه اهي تكون كبيره زي دي كده. نمسك البطاطس دي كده، هو ده هرسه دي اهي، شفتي خشنه، هرسه خشنه اهي. اللهم صل على النبي، شفتي غزه دي اهي، وزيها كده بالشوكه. عايز انا كده تفاصيلها تبقى باينه، ما تهرسهاش جامد، مش بوريه هي دي سلطه. وهي على النار، خلي بالك هد النار كده واشتغل اللي انا بعمله ده كده وهي على النار. تقوم الكزبره تتحمر مع التومه. الله. خلي بالك انت ممكن تعملي حاجه حلوه، عشان برضو انت يعني ممكن المطبخ بالنسبه لك مش زي الشيف. قطعي البطاطس مكعبات وحطيها. عارفين ان انا بعمل شو طبعا، يعني بقول برضو الاكل، واطلب مني ان انا اشوق حضراتكم في الاكله. اخوتها كده تعالى كده نصين، تقوم تتهرس معاكي بسهوله. بس خلاص انا عايز التفاصيل دي، ونقلبها كده. هتاكلي صوابعك وراها. بعد ما تطلع من النار كل اللي هنعمله هنحط عليها عصره ليمون وشويه فلفل. سلطه جميله وحلوه. عندك شويه جرجير بقى، جهز الطبق وفرشهم في ارضيته. عندك شويه خس بلدي، جهز الطبق وفرشهم في ارضيته. عندك شويه خس كابوتشا، جهز الطبق وفرشهم في ارضيته. خد الحته اللي جايه دي بقى وصلي على الحبيب قلب كتيب. عندك سبانخ طازه خضراء، قطعي الورق بتاعهم وفرشهم في ارضيه الطبق. سبانخ، سبانخ تتاكل سلطه. طبعا سلطه السبانخ، مقبلات المطبخ الشامي. نعمين عيني. حاضر يا غالي، حاضر. زي ما هي، الحته الكبيره خليها كبيره، الحته الصغيره خليها صغيره. انا حابب الموضوع ده، لازم تتقطع بالشكل ده كده، بشكل بطريقه كده لطيفه وحلوه. هرستها عن كده بقت بطاطس بوريه، انا مش عايزها بوريه. ليه يا عم الشيف؟ لانك انت لما تكون البطاطس مكعبات بالشكل ده كده، لما نيجي ناكلها بقى الطعم الخارجي، التوبنج الخارجي مع البطاطس اكيد هيدي طعم بقى. لما ايه نخش في التفاصيل، عصره ليمون. اللهم صل على النبي. عصره ليمون، فيتامين سي ما يتحطش على النار. بعد ما يطلع من النار علل. ولماذا؟ الابحاث العلميه توصلت ان فيتامين سي لما يتحط ويتغلى على النار بنفقد قيمته الغذائيه. الابحاث العلميه توصلت بعد ابحاث طويله، الكمون لما يغلي في النار بيمرر الاكل، ما بنستفيدش بالقيمه الغذائيه ولا الزيوت الطياره بتاعته. السلطه كده جاهزه، نغرفها مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. وهي سلطه بطاطس بس اكيد الموضوع مختلف. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام، سيبيها لما تبرد كده او كليها سخنه كده. انت اصلا انت مش هتقدري تقاومي، يعني انت مش هتستني عليها لما تبقى تبرد وتتعاملي معاها على ان هي سلطه. عندك صدر فرخه حلو كده، اشويه وحطيه جنبيها. حته لحمه ستيك حلوه، اشويها وحطيها جنبيها. وهكذا. تفاصيل صغيره ولكن المعنى، حفظتوها ولا لسه؟ المعنى كبير والطعم جديد. تاني الرز، نغرف الرز. اللهم صل على النبي. عايزين سرفيس كبير للرز. اهو معانا سرفيس كبير، تستاهل والله، عشان العيله والجيران والحبايب. مطبخنا على شاشه القناه الاولى له تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد. تقدر تعملوا سفره لطيفه وجميله ولكن بحب، رؤية فن إبداع. بتشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو.